زي ما قلت لك. الكورس اللي انت هتاخده مختلف عن اللي انت بتسمعه، خلاص؟ لان هو اورينتد للطيار مختلف يعني، خلاص؟ فعشان كده قلت لك انت مهما تاخد كورس موبايل باكج، اللي انت هتبع سبور او اللي هتسمعه او اللي انت هتعرضه لي مختلف، رؤيه بطريقه معينه، يجوز انك انت سمعت عناوين، لكن المهم هتركبها ازاي؟ هتركب الايه؟ الاشياء دي ازاي؟ بس فعشان كده قلت لك انا اول محاضره قلت هذا الكلام، خلاص؟ فانا بديت كده بدايه عشان البدايه دي اللي انا هركب عليها فيما بعد. خلاص؟ لان هي اتحولت بما يسمى مقارنات اللي بيحصل. خلاص؟ فبالتالي انت يجوز انك انت مطالب انك انت يبقى عندك تحديد او ديفينيشن للاشياء اللي انا بوضحها لك في المحاضره، ايه اللي بيحصل فيها؟ او بتتم ازاي؟ كانت بتحصل بكذا وتمت بكذا وهكذا، على اساس ان احنا زي ما اتفقنا ان احنا هنشوف نحاول ندرس الايه؟ التكنولوجي ايا كان التكنولوجي اسمها ايه؟ ايه اللي بيحصل معاها؟ في نقط محدده، في اشياء محدده، في كذا ايه اللي بيحصل؟ في كذا ايه اللي بيحصل؟ اطار عام، خلاص؟ وفي نفس الوقت خلاص ده حته كده ولسه هنكمل باستخدام التكنيك ينعكس استخدام التكنيك ان هو يديني كوالتي اوف سيرفيس
انا بدور عليها ما كانتش موجوده في المساق والاطار ماشي هذا الاطار. فبالتالي انا بتكلم ان الانفيدر يوزر يوز ديفرنت فريكوينسيز، بيستخدم كل يوزر بيستخدم فريكوينسي على مختلفه، ده البدايه خلاص. ان شير ذا فاليو سبيكترم، وبيشير السبيكترم بتاع اليوزرز بيستخدموه يوزنج بيسمى مارك اكسس تكنيك. فحط بين قوسين اول تكنيك طلع اللي هو بيسمى اف دي ام اي اللي احنا عارفينه. فالاف دي ام اي طبعا انت عارف ان كل يوزر بديله الوكيت او اساين فور هيم الباندويتس وبديها له في البيريد اللي هو بيكلف عليه وبحجزها له بثبتها له خلاص. والكلام ده كان عشان اخش على الشبكه فعايز اعمل سويتش لليوزرز فبدور على سويتش تكنيك فهم عرفونا اذا دخلت في الشبكات بستخدم اللي يسمى سيركت سويتش. ده في البدايه. طيب فبالتالي قلنا طالما اليوزر يوز ديفرنت فريكونسيز الفريكونسي شكلها ايه؟ فبنقول نقول افري ريجن فريكونسي شانل كونسيست اوف ا بير اوف سيركت شانلز، انك انت شغال يا ترانسميت يا ريسيف حسب انت ايه السيتويشن او السيتس بتاعتك ايه. والاثنين الجروب اوف تشانلز شغالوا سواء ترانسميشن او ريسبشن بي سيبريتد ب 45 ميجا عشان افصل ايه بالاثنين خلاص. الباس اوف شانل ترانسميشن شانلز في هذا الوقت كانوا بيسموا فورورد اور ريفرس شانل. الفورورد شانلز لو انا شغال من الايه من البي تي اس اي، الريفرس شانل لو انا الموبايل هو اللي بيبقى. لكن تصنيفها او تعريفها كان في هذا الوقت ان طبيعه الشانلز اللي انت هتستخدمها عشان تعمل بيها ترانسميشن ريسبشن من اي الموديول شكله ايه بنعرفه فورورد ريفرس. فيما سبق بعد كده هنعرفه بما يسمى الاب لينك والداون لينك خلاص. ده الاطار اللي هنمشي عليه خلاص. طيب بعد كده هبتدي ايه؟ اخد لايسنس، اخد ترخيص ورخصه ان انا ابث في تردد معين او سبكتر معين او ايلوكيت لي باندويث معين خلاص. فبالتالي بنبتدي ندور على الترددات اللي بنشتغل فيها. ففي وقت في زمن من هذا الزمن كان في سيرفيس، والسيرفيس دي ابتدت تطلع تنزل تاني دلوقتي اللي هو بيسمى الكيبل تي في. كيبل تي في اللي هو الاشتراك بعمل لك كام وبعمل ريليس للكاب ده وبعمل لايسنس لناس عايزين يشتركوا بفلوس وان ديماند بيطلبوا حاجه بيطلبوا سيرفيس معين. شكل السيرفيس دي بقى ساعتها كانت ايه؟ وحاليا الوقت شكلها ايه؟ لان هي موجوده دلوقتي. موجوده على شكل هو بيسمى اي بي تي في مثلا، والاي بي تي في ممكن ابعته على النت او عن طريق الموبايل. ده التكنولوجي الجديد خلاص؟ فدي جزئيه. فالمهم فانا في الحاله دي ساعتها كان الرينج فوق فطلعنا في الرينجات بتاع 800 800 ايه؟ ميجا. المهم فخصصنا رينجين، واحد الفورورد شانلز واحد الفورورد شانلز بالمساحه او الباندويث دي. فزي ما انت شايف هنا انا لوكيت 20 ميجا هرتز رايح راجع، واحد للفورورد واحد للريفرس. فلما قلت ان انا عرض كل تشانل انا هحمل يوزر على ترابط، هحمل يوزر على ترابط هحمله على كارير فريكونسي. عرض الكارير فريكونسي او زي ما بيسموها حاليا اللي هو بيسمى التشانل سبيسنج بتاعي عرضها الباندوز بتاعتها في سابق الوقت قالوا هنعمله 30 كيلو. التشانل سبيسنج دي اختلفت من تكنولوجي لتكنولوجي. التشانل سبيسنج دي اختلفت من تكنولوجي لتكنولوجي بناء على الاكسسنج تكنيك اللي انت هتستخدمه، لان هو هيأكسس بالتردد اللي هنخش. فلو قسمنا فبالتالي كده ندور طب هقسم ازاي بقى؟ فقلت انا عندي 20 ميجا هقطعها ل 30 كيلو عدد من اليوزرز، كل يوزر ياخد كارير فريكونسي عرض 30 كيلو. فلو قسمت 20 ميجا على 30 يديني 666 او اقدر اقول انه يديني 333 فول فولتس شانس. مش هي يا اما تقول 666 او تقسمه على 2 وتقول ايه فول دوبلكس تشانلز. ده ليه؟ ده عدد الايه؟ عدد الاجمالي للتشانلز اللي عندي. خلاص؟ ففي خطا هنا من فوق او مش
ممكن تقدر ترافيك شانلز ايا كان، بس هو التصنيف ان انا بتكلم فيه تايبس اوف شانلز، عندي كنترول شانلز وترافيك شانلز. فاللي هيحصل ان انا ايه التوتال افاليبل شانلز، يبقى الاجمالي عدد التنقلات اللي اقدر اطلعها من لما عملت اللوكيشن سبيكترم وقسمته طلع 333 فول دوبلكس شانلز. هخصص ازاي بقى؟ في اماريلي زي ما هنشوف فيما بعد، هخصص من 312 ترافيك، وهخصص منه 21 كنترول. خلاص ده البدايه. فاللي حصل ان السيستم ابتدى يشتغل وحصل ضغط عليه على السيستم ده. احد الاشياء اللي ضغط زي اللي سمعتها في الشبكه، حصل كونجشن على النتورك او ديماند طلب عالي على النتورك على السيرفيس اللي انا عايز اخش. فاضطر عشان افتح اليوزرز يخشوا، ففتحت في الباندويتس في ذلك الوقت. كان التفكير ان انا ايه عشان ادخل عدد اكبر من اليوزرز ان افتح الباندويتس، لكن في تكنيكس دلوقتي بتتعامل ان لما يكون عندي عدد كبير من اليوزرز اقدر ادورهم على التيرنتيف الجوريزم يقدر يتعامل مع الطلب اللي داخل، مش لازم افتح في الباندويتس. ادور على تكنيكس بقى في السيستمز تتيح لي ان انا افتح في الكاباسيتي بتاع اليوزرز اللي يخشوا واديهم ترافيك او يخش كترافيك فيما بعد، لكن في الاطار العام ان هو ان انا مضطر ايه افتح ايه في البال معاه. فحصل اكستنشن على البال ده فتحوا وبس حوالين الرينج بتاع 800 869 لهكذا للفورورد شانلز وهكذا. وخاصه زي ما انت شايف فتحوا بدل ما 20 ميجا دي 25 ميجا، لما تطرح الاثنين دول مع بعض دول 25 ميجا. فالمهم قسم 25 ميجا على السبيسنج البناء على الاوتوميشن اللي كان طالع في الوقت ده يديني عدد التوتال نمبر اوف شانلز اللي اقدر اعمله لما اخصص سبيكترم عرضه قد كذا وبقسمه لكارير فريكونسي، عرض كل كارير فريكونسي 30 يديني العدد الاجمالي. فطلع العدد الاجمالي ففتحت دلوقتي فتحت اكتر بدل ما هو 330 ب 416 فول افاليبل شانلز. خلاص؟ فول افاليبل شانلز. هخصص منهم 21 في الحاله دي يطلعوا يبقى عندي الاكشوال ترافيك شانلز 365 في ذلك الوقت كان بستخدمهم فويس. السؤال فيما بعد بقى ازاي ايه اساين ايه؟ ازاي اعمل بما يسمى مانجمنت للريديو فريكونسي شانلز. خلاص انا دي اول حاجه لان ده البدايه بتاعتي. انا لسه ما اتكلمش على نتورك ولا اي حاجه، انا مجرد بعمل اللوكيشن وهقسمه ازاي ووزعه ازاي. ده بادي زي بني في البدايه خالص من قبل ما اخش في شكل اركتكتشر او شكل الاوبريشن بتاعت النتورك بتاعتي. خلاص فالجزئيه الثانيه بتتكلم بقى ايه؟ فتحناها اهو اللي هو هاو تو مانج الراديو فريكونسي شانلز يوزنج الالجوريزم. ففي اكتر من الجوريزم في ذلك الوقت طلع. اول حاجه انك انت الشيء الطبيعي عندي مناطق عايز اديها تغطيه. فشيء طبيعي انا عندي اجمالي من الترددات، عدد الترددات في الحاله دي 395 او 312، فخصصهم على عدد من المناطق بالتساوي. كل منطقه اقسم الرقم ده على عدد المناطق اللي عندي 20 منطقه، ومقسم العدد الاجمالي على 20 منطقه. بمعنى اصح يبقى زي ما قلت ف مسمي ده هو بيسمى فيكس شانل اساين. انا اساين فيكس اثبت. فالفيكس شانل اساين ان انا بقول لو عندي فول دوبلكس عدد الشانلز اللي عندي وعندي عدد من المناطق فهسمي انا بوريك مثال ان انا عندي مثلا كلاستر والكلاستر ده بيتكون من عدد من المناطق. لو احنا طبعا زي ما انتم عارفين كل منطقه اعرفها بسيل يبقى الكلاستر سايز بيتكون من عدد من السيلز وعدد السيلز يعني اوزع عليها عدد من الترددات. خلاص؟ فبالتالي يبقى كل سيل بيزيد ايه؟ من الترددات هقسم العدد الاجمالي على عدد المناطق او عدد السيلز يديني ايه؟ عدد نصيب كل سيل تاخد قد ايه؟ خلاص؟ طيب السؤال بقى ايه؟ عرفت كل ايه؟ ده الورفكس ده الاطار. طب ابتدي اوزع ازاي بقى؟ عندي بوتقه او عدد من الترددات اديها للمكان ده. ازاي اوزع من جوه؟ فابتدينا نقول فهم عارفين زمان
ان كل ما تحاول بقدر الامكان انك انت ما تعملش انترفيرنس بين التردد والتردد الايه اللي جنب ده طبيعي او رول في الكوميونيكيشن. فبالتالي عايز اوجد اليه في عمليه التوزيع لعدد الترددات على السيل الواحده يكون فيه بما يسمى ماكسيمم سيبريشن بين التردد والتردد الذي جنبه، بحيث ان انا مينيمايز وات از كول ادجيسنت شانل انترفيرنس. خلاص؟ فبالتالي ده الاصابع اللي عليه لعن ده اللي انا بتكلم واساين شانلز وي نيد تو افويد ادجيسنت شانل انترفيرنس. سو وي وات ماكسيمم سيبريشن بتوين بالراحه شويه بسرعه عندك كده بسرعه؟ يقول لي مش عايزين نخلص كورس. هو انا بشرح الابتدائي لاول مره. عندي مش فاهم ايه؟ عندي باندويتس. الباندويتس اقسمه لحتت. عندي 20 ميجا، هقسم حتت عرضها 30، او مقسم ال 20 ميجا ولا 25 ميجا على 30 يديني العدد الاجمالي. العدد الاجمالي عندي كحك. عايز اقسمها ايه؟ لعدد معين، فكل واحد من العدد دي عندي 10، هقوم مقسم العدد الاجمالي على التورته اللي بتشيل 10، جبت تورته بتشيل 20، هقوم مقسم العدد الاجمالي على التورته كذا، فده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل، عدد الاجمالي دي عدد من الشامس اللي هي في حياتنا 312 او 395، عايز اقسمها. فاقسمها على ايه؟ على مناطق. عندي كام منطقة؟ 10 مناطق، فهم قاسم 312 على 10 مناطق يديني نصيب كل منطقة. هدي محتاج شرح، فده اللي أنا كاتبه. لما نعقل بالمنصب كل حتة هقرا شرح كده، فده اللي أنا كاتبه. العدد الإجمالي على عدد المناطق يديني نصيب كل منطقة. المنطقة أنا بعرفها بسالب. ده لو أنا فارق كده، هو ممكن يكون منطقة بعرفها بأكتر من سالب. خلاص؟ لكن أنا موري لك إطار عام. فبعد ما عملت كده المنطقه واخده عدد من الترددات. خلاص؟ ثابت مثبته. فقلنا بقى ايه؟ عشان ما يبقاش في تردد نعمل انترفيرنس مع بعض. فانا بالتردد والتردد اللي جنبيه عايز ابقى فيه ماكسيمم سيبريشن. بحيث انه ما يلوطوش مع بعض، ما يعملوش جامد او انترفيرنس على بعض. فقال لي ايه؟ فقام قايل لي الاتي. فعمل لي الجوريزم. الجوريزم ده بيقول الاتي. ان السيل رقم كي. انا عندي عدد من السيلز عددهم كي. حسب المنطقه انا عايز احطيها بعدد من السيلز قد ايه. زي ما احنا هناخد قدام العدد السيلز دي ده ستاندرد. لما تيجي عايز تبني اي شبكه في ستاندرز فيه. وبعدين بتطلع بيه بقى بتعمل بيه ما يسمى فريكونسي ميوزك. وتعمل بيه باترن والباترن بتعمل له ميوزك. لكن في ستاندرد. لكن المهم انا عندي عدد من السيلز. عدد كي. فهقسم هدي السيل دي عدد الترددات. عدده كالاتي. اول تردد اهو. تاني تردد اهو. تالت هكذا. فالترددات دي هقسمها ازاي؟ هوجد ماكسيموم سيبريشن بين التردد الاولاني والتردد التاني. بحيث ازاي؟ ان انا افصلهم الماكسيموم نمبر اوف سيلز اللي دي عدد السيلز. فيبقى انا كده اوجدت ماكسيموم سيبريشن ليميت. طبعا انا بص ما حطش كده غير ما عملت ايه؟ تيست. فيبقى سيبريشن موجودها ازاي؟ ان انا هقعد اضيف فين؟ اقعد اضيف فين؟ لغايه فين؟ يعني غير لي لغايه شرط هو لما جه يحكي يشوف البرفورمنس بتاع الداتا بتاعتي. لما بيوزع بالطريقه دي لغايه هوزع على الشكل ده كي زائد. الان ده رقم. واحد اثنين ثلاثة لغاية ان ان يعني ان بقى هو ده اللي انا عايز اقسمه. such that ان انا الانترفيرنس او الادجيسنت شانل تبقى مينيمم واي افويد ماكسيمم سيبريشن عندي واكيد البرفورمانس بتاع النتورك يشتغل حلو ما بيستمرش انا بدع بقى عنه ويبقى فيه انترفيرنس مش ثابت. طيب فالتوزيعه دي هتتم such that الشرط لازم يتحقق او الكونديشن او الباوندري ده لازم يتحقق. فالباوندري ده بيقول ايه؟ ان النمبر اوف ترافيك شانلز ماينس سمول ان على ان اكبر من ان لازم يكون اقل من او يساوي واحد. فعشان توسع لازم
عندي 10 سنت بدي دي حته ادي دي حته ودي حته واصحهم على 10. عدد الاجمالي للشمس عندي 100 وعندي 10 سنت، يبقى سيل كل سنت هتاخد كام تردد؟ 10. هو ده اللي انا بشرحه. خلاص خلاص نيجي بقى ايه؟ نوزع ازاي؟ ايه الترددات اللي هوزعها؟ هي الترددات اللي انا هستخدمها في الرينج اللي انت هتبث فيه تترانسميت او ريسيف عليه. ايه هما؟ اللي انا قايلهم فوق هما هنا. اللي هما دول. فانا قايل ايه؟ فبالتالي القانون اللي هوزع منه الترددات الفعليه اللي انت هتاكسس من عليها الشبكه عباره عن ايه؟ لو انا خدت الاكستنشن دي خلاص خد بالك، فيبقى هبتدي من كام؟ بدايتي من كام؟ من 869 وابتدي اتحرك. انا بتحرك ازاي بقى؟ بتحرك ازاي؟ عندي 869 869 اللي بعديها يبقى كام؟ 69 ازود كام؟ 30 ازود كام؟ 30 مش جيت للشانل سبيسنج بالكارير فريكونسي واللي بعديها 30 30 30 فبالتالي 30 فهزود 30 في الايه؟ ان ناقص واحد اللي هو الاولاني عشان لو ان بواحد دي التردد الاولاني لو ان باثنين يبقى دي ناقص واحد دي هتبقى مع 30 واجمع 60 واجمع كذا ماشي؟ تمام ده على الفرو والريفرس نفس الحكايه لو انا بادئ من 824 زائد 30 طيب فخدت مثال فالمثال اللي خدت ايه؟ قلنا ان انا عندي كلاستر النمبر اوف سيلز فيه 3 زي ما احنا هناخد تباعا فيما بعد قدام بس معلش نقول برضه بسرعه ان هي هتكون بثلاثه باربعه بسبعه زي ما انت عارف 9 12 21 وهكذا. دي نمبر اوف سيلز دي هتطلع من ايه زي ما احنا هنشوفها هتطلعها. خلاص؟ لو انا خدنا المثال اللي بيساوي 3 فيبقى انا عندي كام سيل؟ 3. عايز اوزع الاجمالي الترددات اللي عندي على 3 سيل. فلو خدنا مثال كيب بكام او سيل الكيب واحد. كيب واحد. السيل رقم واحد. او سيل رقم اثنين او سيل رقم ثلاثه يعني كيب واحد او اثنين او ثلاثه. دول السيلز اللي عندي. خلاص؟ وان الثلاثه والترافيك شانلز بتساوي كام؟ 312 فعايز اتصق صح وتقطع فتشوف بقى ايه؟ يجوز ان انا ايه؟ على حسب الباند ويث الباند اللي استخدم من دول فلو استخدم من دول اللي هو الاكستنشن يبقى معنى هذا الكلام التوتال نمبر اوف ترافيك شانلز بتساوي كام؟ 395 لكن لو انا بجيب لك اللي هو الاستخدم من فوق يبقى الترافيك شانلز بتساوي ايه؟ 312 هي دي اللي هقعد فيها هي دي اللي هقعد فيها فوق. دي حسب الاسبكتر من دول. فرقت بقى انا ضربتها واديتها اي حاجه خلاص يبقى انت ممتاز. انا معكوس. المهم احنا عارفين الايديا. لكن انا هتحرك زي ما انا عايز. خلاص؟ يبقى اللي فوق الرقم ده هو ترافيك شانس فانا اقول ترافيك شانس زي ما انا عايز. عدد معين. المهم انت تطبق لي في القانون وطلع لي تلحظه بناء على التطبيق. خلاص؟ يبقى ده البديل. فتعالى بقى تعالي نشوف ازاي اوزع الترددات بناء على السيناريو اللي بتقولك للسير رقم واحد. فالسير رقم واحد هعوض. الان ثلاثة يبقى ده التردد الاولاني كيب واحد. ان بكام ثلاثة؟ واحد زائد ثلاثة أربعة. كيب واحد. واحد زائد كام؟ ستة. ان كيب ثلاثة ستة. واحد زائد ستة سبعة. وهكذا. واحد أربعة سبعة ده إيه ده؟ ده التردد الأولاني. ده التردد الرابع. ده التردد الثالث. ده التردد الحاشر. اجيبه ازاي؟ زي ما كاتب هنا على السبورة ده الشانل نمبر واحد ليه ايه بقى؟ دي الترددات اللي هوزعها هسقطها على سير رقم واحد. عدد الترددات دي اللي هتوصل على سير رقم واحد هي ليها عددها على سير رقم اثنين على سير رقم ثلاثة لان عندي عدد اجمالي من السير ايه؟ من الترددات. فاجيبهم ازاي؟ فالشانل رقم واحد، شانل رقم واحد يعني ايه؟ يعني ان هنا بواحد هي إيه اول تردد. فاول تردد ان بيساوي حاجه 69 لما عاوز ارقمه شال رقم 2 شال رقم 2 اللي هي كام؟ ان كام؟ ب 4 شال رقم 2 مش ان هي 2 اللي هي الرقم عشان انا عايز اوجد ماكسيموم سيبريشن اجيب ماكسيموم سيبريشن اجيب النقطه فيبقى ان ب 4 هم عاوز في القانون 869 زائد 30 في 10 ناقص 3 10 بكيلو ف 4 ناقص 1 يطلع ايه فعلا 869 زائد فاصلة 09 اللي هي الرابع واحده 30 30 30 يبقى كام؟ 90 رابع واحدة. ممكن حاجة بس حضرتك مستخدم القانون اللي هو
يبقى كام؟ 312. معنى ذلك انا حاطط ايه؟ بمعرفتك. لكن انت في الامتحان عيد الكلمتين مطاط. لو انا اديتك البند ده اللي هو الاكستنشن باند يبقى انت عارف اللي هو كام؟ التوتال نمبر اوف ترافيك شانلز 395. لو الاولاني يبقى 312، ما عدا ذلك انا كاتب. لكن الرقم ده لو ماشي زي ما انت قلت عشان ما تزعلش خالص يبقى كام؟ 395. ماشي؟ تمام. كمل بقى. فين اللي بتسأل؟ كمل. فهل هو معاه في القانون؟ يبقى القانون ده انا عشان السيل دي اديها طلبات ولا عايز احسب الرقم ده. الرقم ده انا عايز احسبه. لان هو ده اللي هيديني فاليديتي في قصه التوزيع. بناء على شرح الالجوريزم. فهعوض القانون ده ف 395 ناقص ان الثلاثه ان على 3 ان 3 بيساوي 1. اضرب اطلع ان بيساوي 103. الام دي ممكن تطلع بكسر. لو طلعت فاصله اقل من 5 تقربها لتحت. 5 وانت طالع تقربها لايه؟ لفوق. ماشي؟ طلعت ان بيساوي 103. هبتدي اعوض بقى ايه في القانون ده؟ عشان اطلع الترددات اللي انا عايز ارميها. اول حاجه فجيه كي 1 ان 3 1 زائد 3 4 ان 3 كي 3 6 6 زائد 1 7 وهكذا لغايه هنا اخر 1 زائد ان هنا بكام؟ 103 103 في 3 109 زائد 1 309 زائد 1 310. فايه بقى ايه دولت؟ دولت رقم التردد. رقم التردد. ارقام الترددات اللي هوزعها على سن رقم واحد. طيب ارقام التردد دي هجيبها منين؟ بجيبها من البند اللي انا هشتغل عليه. سواء هي وفور. فبالتالي انت مطلوب منك زائد حسب بقى انا اقول لك بقى في ايه؟ انا عايز تحسب لي الترددات. مين اللي بيبعت؟ الفورورد اللي هو مين؟ اللي هو الايه؟ في حالتنا هنسميه اللي هو السيل سايد او البي تي اس. العكس اللي هو الريفرس اللي هو الايه؟ الموبايل هو الايه؟ ترانسميت وريسيف. ترانسميت وريسيف على البند ده. على البند المتصف. خلاص؟ فبالتالي انا بديك مثال. انا فور اكزامبل عايز احسب الترددات اللي ايه؟ على سن رقم واحد لو انا شغال ايه؟ فورورد. مين اللي بيبعت فورورد؟ اللي هو السيل سايد. السيل سايد دلوقتي عايز يخاطب، عايز يبعت حاجه، بيبعت على التردد. بيستخدم ترددات. خلاص؟ فجينا عوضنا في القانون. الشارع الاولاني الشارع رقم 4 7 فدي ترمز لايه؟ لان رقمه كام؟ فعوضت في القانون. الشارع رقم 4 الشارع الثاني تاني شارع هنا اللي هي الليالي. مش معنى شارع رقم 2 الشارع الليالي. لكن الشارع الليالي اللي هي رقمها كام؟ 4 اللي هي بتساوي كام؟ من حيث مين؟ ماشي؟ شكرا. نكمل. خلاص خلصت. جينا بقى ننتقل. انا اتكلمت عن التشانلز. التشانلز دي انا عارف اوزعها ازاي. ابتدي استخدمها. ده السيناريو. ابتدي استخدمها. خلاص؟ في نوعين من التشانلز. في يا اما كنترول شانلز او ترافيك شانلز. الكنترول شانلز ما اخفاك. شوف انت عايز تعمل كنترول شانلز ايه؟ الكنترول شانلز عنوانها بعمل بيه بما يسمى سيجنالينج. سيجنالينج شو بقى عدد السيجنالينج؟ سيجنالينج بتوقف على شكل الاوبريشن بتاع النتورك اللي عندي. عندي بقى حسب النتورك انا مشغلها ازاي وهعمل كنترول عليها ايه او هي ديفايند الاشياء اللي انا عشان اشغلها ايه شكل السيجنالينج اللي هيبقى عليها. طبعا احنا عارفين في عدد كبير جدا من السيجنالينج حاليا عشان اعمل تحكم او كنترول على النتورك بتاعتي. مليون موضوع. فدي كلها اشكال مسجز هستخدمها عشان اعمل بيها كنترول على الترانسميشن او الريسبشن او اعمل بيها كنترول على النتورك بتاعتي. خلاص؟ طيب فالكنترول تشانلز في حالتنا ان هو بناء على الدنيا كانت ماشيه زمان ايه؟ عددهم 21 ثابتين في الـ 2 كيس 21.
ال 21 سيت اب شانلز دي دول اللي انا هوزعهم على دنيتي، هوزعهم على المناطق اللي انا عايز اوجد عليها تغطيه، يعني البي تي اسات هوزعهم على مجموعه من البي تي اسات ال 21 اللي هم مقاطعين جمهوريه مصر العربيه، وممكن اقرر منه يتكرروا، بس المهم يتكرروا ما يعملوش ايه؟ انترفيرنس. اقرر زي ما انا عايز. خلاص؟ هي المشكله طبعا لما بكون حاجز بثبت بتضعف ايه؟ امكانياتي ايه؟ ان انا ايه؟ افتح. لكن طبعا عارفين الدنيا دلوقتي دايناميك ابلكيشن. مفيش حاجه تسديد، لكن انا بقول لك بس عينك كده. الدايناميك ايلوكيشن بقى بناء على تطور التكنولوجي والريكوايرمنتس بتاعت الكواليتي اوف سيرفيس، يعني مطلوبه في الكواليتي اوف سيرفيس. انا هاخد دي بناء على ايه؟ تديني كواليتي اوف سيرفيس كافي محسوب فاقوم واخدها. طبعا بقى الالجوريزم بيدربها لي من جوه انه يتشوز ذا بيست فريكونسي اسايند ان اوردر تو اتشيف وات از كول ذا بيست كواليتي اوف سيرفيس، عشان اليوزر لما يبقى خطر ده يبقى الريسبشن بتاعه حلو وهكذا. الكواليتي بتاعتها كويسه. ده الدايناميك. المهم فنرجع تاني، فانا عندي كنترول شانلز 12 سيت اب شانلز. في نوعين حسب انا ايه بعت ولا مين اللي بيبعت ومين اللي بيرد. ما يجوز انك انت تتحكم بتبعت واحد فمنتظر منه رد بلا شك. فبالتالي عندي نوعين، يا اما ريفرس يا اما فور. ريفرس كنترول شانلز، فور كنترول شانلز. فالشانلز دي بعمل لهم ترانسميشن على شكل ديجيتال داتا باستخدام الاف اس كي. ببعت اي حاجه ببعتها بعملها مودريشن عشان ابعت عشان اعملها ترانسميشن، فهو يستخدم اف اس كي للكنترول شانلز. وببعتهم ازاي؟ هي دي بقى اللعبه بتاعت التكنولوجي اللي ماشيه من هنا لغايه لما نروح هناك. وهنشوفها ازاي بقى تبعها. ان الكنترول شانلز او اي داتا ببعتها على شكل فريمز. وما ادراك ما الفريمز؟ انتوا ناس حضرتك حريفه خدتوا كنترول وعرفتوا ان عند الداتا لاند لاير ببعت على شكل بما يسمى فريمز. صح كده؟ صح. الفريم شكله ايه بقى؟ شكله ايه؟ فريم بقى شكله انا عايز اعمل بيه كنترول. فلكن الفريم لازم اي ديفاين شكل الفريم ايه بقى؟ بدايته شكله ايه؟ هحطه فيه ايه؟ عدد النمبر اوف بيتس فيها قد ايه وهكذا. فليه بما يسمى فورمات. فهو اداني فورمات. فانا قصدت هنا هو عشان اعمل دي موجوده عندك وهتظهر تباعك طول ما احنا ماشيين. هقوم شايطها ومطلعها طول ما انا ماشي. خلاص؟ ان انا ببعت على شكل فريمز. فهو بيديني وات از ذا وات از كول ريفرس كنترول شكل فريم ستراكشر شكل ايه؟ فهو معرفوني فمعرفني ان ببعت فريم بدايته 48 بت. ال 48 بت بيتكونوا من ايه؟ 30 بت في سنك بعمل بيهم سنك. 11 بت بعمل بيهم سنك على البورد اللي جاي. 7 بت مقسم ال 48 حاجه اسمها ديجيتال كلر كود. الديجيتال كلر كود ليه اكتر من فانكشن بستخدمه انا عايز اعمل كنترول. الديجيتال كود هو عرفاني انا الوقت التردد ممكن يعمل له ايه؟ اكرره. فعايز اعمل ديفينيشن ان انا اعرف وات از كود كود شانل سيتس اللي بقرر فيها اقرا فين. فانا عادي المهم انك وفي نفس الوقت بتاكس از ا ديستنيشن ادرس زي فلان كده. دكتور هما السبع بت دول هما بيعرفوه امتى هيقرر؟ لا هو ال 48 بت بيتكون فيها فسبع بت لما بيعمل ديتكشن عليها بيبص عليها. لا ما هو هتقول الحته الثانيه اللي هو ازاي بيعرف امتى هيقرر فريكوينسي؟ لا مش بيعرف، بيعمل ايدنتيفيكيشن للكود شانل سيلز. وانا عندي كود شانل سيلز فبعرف ايه هم الكود شانل سيلز اللي ببص عليهم اللي بكرر فيهم تردد فعايز اعرفهم. عايز اعرفهم فين؟ عايز اعرفهم فين عشان اديهم اديله التردد اللي بكرره. خلاص؟ المهم اي حد هيجي ده الفورمات ده 48 وبعد كده بيبعت وورد. الوورد دي بيحمل عليها داتا. ايه الداتا اللي عايز ابعتها؟ المسج اللي عايز ابعتها ممكن يبعت من واحد لسته بحسب
حياتك ان انا اعمل دكتور عليها. اقدر اكررها 5 مرات. الورد ده ببعته ازاي؟ بعمل له ترانسميشن. بعمل له ميثيليشن واعمل له انكودنج. فمن ضمن الحاجات انا بذكرها بس ليه للتذكره؟ ان الورد بتتكون من ايه؟ 36 داتا بيت. عايز ابعتها. ببعتها ازاي؟ بعمل لها انكودنج. بضيف عليها 12 تشيك بيتس باستخدام اللي يسمى بي سي اتش كود. خلاص؟ يديني 48 بيتس. فده الفريم، ده الفريم بتاعي، شكل الفريم اللي انا عايز استخدمه لو انا ريفرس. وبحمل عليه بقى المسج العادي. ايه شكل المسجز؟ يا سلام. لما تكون عايز اعمل باللي يسمى اوريجينيشن. اوريجينيشن، عايز اوريجينيت كود، ابعت كود. اتصل بفلان فلان. يعني شوف لما يكون بدور على واحد بعت ريسبونس، بيج ريسبونس. لما اكون عايز اعمل كونفرميشن لاي ورد، في حاجه حصلت واقول له كونفيرم، كله تمام وصل لي، كله ماشي الحال، كونفيرم. تعمل كونفرميشن في الاخر. كونفرميشن بلغه النتوركس اكنولج، بلغه النتوركس اكنولج. بعمل اكنولج للسؤال اللي انت بتسالوني او وات ايفر، او في بروسس تمت وبعمل كونفرميشن عليه. انا خلاص عملت كونفيرم، انت بعت لي حاجات، وصلت كل حاجه تمام. خلاص دي اشكال. طب ده بالنسبه للار سي سي. بالنسبه للفورورد كنترول شانل ستراكشر، على الشكل زي ما انت شايف، بيبعت 3 بت سينك، 11 بت وورد سينك، وبيبعت 2 وورد بالظبط. 2 وورد بالظبط، ده الاستراكشر بتاع الفريم. وممكن اكرره برضه نفس الحكايه 5 مرات، اي وورد بتقول. الوورد ده ببعتها ازاي؟ اللي بحمل عليها المسج. 48 بت زائد 12 شيك بيتس. الحاجات دي ده فيلدز في الاستراكشر بتاع الفريم. بعمل بيها سنكرونايزيشن، او اعمل بيها بما يسمى ادريسنج، او اعمل بيها فيها ايدنتيفيكيشن. انا وممكن يكون في حاجات بس انا ما دخلتش بقى التواصل، انا بس بديك الاندكيشن الاطار ماشي ازاي. طب فبالتالي اللي هي الحاجات الاولانيه دي تديني ادرس لبدايه فريم، تديني ايدنتيفيكيشن لحاجه انا عايز اروح لها، ماشي؟ او بعمل عليها سنك. هو انا عايز لا انا بتعداد لا مختلف حسب الفريم. يعني كرر. ممكن عندي يمكن ان ابعت، انا ببعت على الجول ببعت مسج، فممكن ابعت لغايه 5 مرات. واحمل عليه المسج. وانا عايز اتعامل مع مش من انت بتجيلي من انت واحد، من اكتر من حاجه، فعندي عايز اجمع اكتر، فانا عشان كنت. عليك؟ على انك على الكنترول شات بعمل لها سين، بحسب المشي اللي انا عايز اعرفه، بحملها على الروح. داتا طبعا، شكل الداتا ايه بقى؟ حسب. هنا مثلا من ضمن الحاجات، من ضمن الحاجات، في عندي حاجه اسمها ام ايدل او لا بيست. فالفريم ده بيعرفني الستيتس بتاعتي، ام اي ايدل ولا بيزي او يجوز فيما بعد يور اوت اوف كفرج، يجوز في ايه الستيتس بتاعتك. فالنتورك بتشوف الستيتس بتاعتك ايه، يو ار ايدل، قافل تليفونك ولا فاتحه بس يو ار بيزي ولا اوت اوف كفرج خالص، عشان تطلع لك الرساله بناء على السيجنال اللي بتاعتك. خلاص؟ من ضمن المسجز اللي بستخدمها بحمل عليها عشان ادور على شفتها من فين؟ من الفورم. الفورم ده مين؟ اللي هو الجي دي اس ال. فالجي دي اس ال عايز ادور. انا عايز اتصل بفلان فلاني فعايز اعمل ريبليشن. فبحملها على بحط بلا شك على الداتا دي نمرته. فلما يستقبل فريم يشوف نمرته، يعمل ايدنتيفيكيشن ايه؟ نمرته. مثلا بعد او اعرفه التردد اللي هيتكلم عليه. فريكونسي اسايمنت وهيعرف من ايه؟ من النتورك بتقول. فهو بيعمل ليسننج زي ما نشوف فيما بعد، بيحسب برودكاست زي ما في حاجه اسمها برودكاست. بعد بقى اقعد اعمل ليسننج عشان اعمل تيون على الكارير فريكونسي اللي انا هقعد ايه؟ هتكلم عليه. ابعت لك
خلصنا لقصه الايه؟ الايه؟ شانل اللوكيشن، شانل مانجمنت، شانل تايبس. ثلاث حاجات دول اللي ذكرتهم. خلاص؟ نيجي بقى بعد كده خلصنا. خلصت. عملنا لايسنس وعرفنا السبكترم بتاعنا وعرفنا ازاي شكل الشانلز ايه هما وقسمته ازاي وهعمل اكسسنج ازاي. ابتدي بقى ايه؟ اشوف اول حاجه ستيب فيما بعد بما يسمى الاركتكشر بتاعتي. ده تاني ستيب شكل الاركتكشر. فالاركتكشر زي ما انتم عارفين كان عباره عن ثلاث حتت، اللي هو الموبايل بتاعتي والمحطات اللي عايز اعمل لها كفرنج كما ذكرت المحاضره اللي فاتت، وبما يسمى السويتشنج that will switch calls from one area to another or will be responsible for management and controlling the network or he is responsible for billing the users. That switching calls, that are three main functions يعني اللي انت ايه هتستخدمه. زي ما ذكرت المحاضره اللي فاتت ان الاركتكشر ده كان فلات، زي ما انا كان فلات وان واي. فوان واي معنى هذا الكلام ان في بعض اليونتس was not smart enough. Was not smart enough. بمعنى صح it was an interface. بتشتغل على شكل انترفيس. بتشتغل على شكل انترفيس مش بمفهوم الوقتي الانترفيس between component to component. ماشي؟ لا ان هو انترفيس يعني بيبعت relay information. بيبعت information. Was not a decision making. Was not a decision making. He was just listening, tuning, sending, receiving. لكن في واحد ماستر اللي بيعمل بما يسمى call management. He is the one that control the call, يفتح session, control the dialogue, يعمل whatever registration, يعمل identification, يعمل whatever functions اللي مطلوبة منه. خلاص؟ ده الفرق. بعد كده بقى نخش في الجزء اللي انا هنعمله. يلا نشتغل. الاول فانا دلوقتي سريعا هنبتدي نتكلم على ما بيسمى النتورك اوبريشن فيما مضى. خلاص؟ نتورك اوبريشن برضه زي ما انا قلت لك الغرض منها عشان ان انا اقارن ايه اللي حصل. النتورك اوبريشن اول حاجه في مرحله منها انا بعمل انشاليزيشن للموبايل بتاعي. بعمل انشاليزيشن للموبايل بتاعي اللي اسمها موبايل يونت انشاليزيشن. عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ وان الموبايل انا دلوقتي تفتح الموبايل بتاعك. فاول ما الموبايل بتاعتك بتفتحه اول حاجه طبعا بقول له شبكه. لو مفيش شبكه مش هيديك. لكن النظام اللي قبل كده عامل ازاي؟ ال 21 سيت اب شانلز انا قلت لك انا عامل ايه؟ مقسمهم على المناطق وانا بتحرك وانا فاتح الراديو وعمال اقلب مؤشر الراديو لغايه لما يغلط ايه؟ محطه. فانا بتحرك على ايه؟ على المناطق اللي بعرفها السيل سايتس. والسيل سايتس انا مديها ايه؟ ترددات. يعني كل سايتس بديها تردد من ال 21. تمام؟ فاللي يحصل ان انا ايه؟ بعمل سكاننج على 21 سيت اب شانلز. فين بقى 21؟ مخزنه في الريسيفر بتاعي. في المحمول بتاعي. ففي وقت من الاوقات وانا بتحرك هعمل لوكينج على السترونجست ايه؟ شانل. السترونج شانل هيحصل ايه؟ اللي هي نفس الشانل اللي في الاريا اللي انا موجود فيه. اوكي. فبنقول ايه؟ ان انا عندي موبايل سون ايه؟ اون فتح. هيبتدي يعمل سكاننج اول ما افتحه اوتوماتيك طبيعي. سكاننج ليه؟ ال 21 تردد. كنترول سيت اب شانل. ال 21 تردد دولت انا بسيبهم موثقهم على المحطات وانا بتحرك الاريز. فاول حاجه اول ما انا عمال بقى بلف المايك هو عمال بيعمل سكان ففي وقت بيسكان هيعمل لوكينج على ايه؟ على اقوى محطه هو واقف عليه. لوكينج اند سلكت ذا سترونجست اند باصل ات. وبعدين يبتدي يعمل وندرنج. لكن لوكينج اند سترونجست دي معناها ايه؟ اي تشوز ذا نيرست سيل سايت لين. اقرب سيل سايت لين اللي انا هلجا لها عشان اعمل عن طريقها الايه؟ الترانسميشن. اللي هي البي تي اس اي. اللي هي البي تي اس اي. يعني انا بتحرك فعايز اتلقط في حته اتبع بي تي اس اي معينه فالشبكه تقول ويحصل بقى ايه؟ كوميونيكيشن ولا بقى ايه؟ المراحل فيما بعد.
فدي اول مرحله عشان يحسب بما يسمى الانيشاليزيشن. فكده الموبايل يونت ستون دان بيعمل سكان 21 سيت اب كونفرجنس وسكان اب سترونجز الماكسيمم، وبعد كده يعمل مونيتنج للشانل دي، اعمل مونيتنج ليه، وبعدين ابعت ترانسميت ايدنتيفاي انفورميشن للسيل سايد، اقول له ايه، انا اهو انا الهط انا موجود، لو فرضنا انا عايز اعمل سيرفس فبعرفه انا معايا، فببعت له فين بقى، على الايه، على الريفرس بروشنز اللي هو بيبعت له باي السيل سايد. الطريقه دي بنسميها سيلف لوكيشن سكيم. ليه؟ لان هي ما بتخليش النتورك تدور عليا، انا بروح ادور على الايه، على النتورك، النتورك ما بتدورش عليا، انا بروح اوري نفسي للنتورك. فاللود، اللود على النتورك بتقل. طبعا ده مش في فاليديتي بقى للتكنيك ده. فده اللي احنا بنسميه سيلف روتيشن. فالمهم فالمكان choosing the strongest means choosing the nearest cell site. Choosing the nearest cell site. يبقى انا كده ايه؟ اللود على النتورك to search and locate my location. لا اتنقل هنا ليا انا ليه؟ وريت نفسي ليه؟ للنتورك عن طريق ما يسمى السيلف روتيشن سين ده. طب فيما بعد يحصل ايه بقى؟ حاجة مهمة جدا هتظهر معانا فيما بعد. حاجتين مهمين. ايه هما ايه؟ كلمتين مشهورين جدا. لغاية فورش حتى الفورش جنريشن شغال، بس المهم ايه اللي بتتعمل ازاي؟ يحصل بما يسمى اتاتش. I'm gonna be attached على الايه؟ على النتورك، ويحصل ليا ايدنتيفيكيشن، ويحصل ليا فيما بعد ريجستريشن. I got registered. ريجستر بالانسي. زي ما هنشوف فيما بعد كل واحد بيبقى ليه هيلث خلاص. فبيحصل ترجمها بقى، انت سمعتها في النت، سمعت حاجه اسمها هاند شيك. بيحصل هنا حاجه اسمها هاند شيك. هاند شيك بتوين بقى الثلاث اطراف اللي قاعدين في الايه، في النت، الثلاث اطراف دول اللي هم يحصل هاند شيك بين الموبايل والسويتشنج اللي هي الكنترول الايه؟ الفيلم ده كله عن طريق السيلف سايد. فيحصل هاند شيك تيكس بليس بتوين switching office and mobile controlled by itself is used. ده بقى الهاند شيك دي بقى بيعملها ايه بقى؟ اللي هي القصه اللي قلت لك عليها. عشان ابتدي اعرف يحصل لي ايدنتيفيكيشن، عشان يحصل لي اتاتش على النتورك، اند يحصل لي بما يسمى ريجستريشن. يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات. اول حاجه قلناها سيلف لوكيشن سكيم. نمره اثنين عرفنا قلنا وات از كولد هاند شيك. نمره ثلاثه قلنا ايدنتيفيكيشن وقلنا ريجستريشن. اثنين. تاني حاجة اللي هي الموبايل اوريجينيشن. الموبايل اوريجينيت. شفتك؟ انت عايز تاخد تعمل خدمه بقى، عايز تكلم حد. عملت لك ايدنتيفيكيشن. هتبتدي تخش بقى ايه؟ نتورك. عايز مني يا سيدي؟ هتبتدي ايه؟ عايز تتكلم. فهتعمل ايه؟ يحصل بروشيرين للكول باي سندنج ذا نمبر اوف ذا كول يونت اللي انت عايز تتصل بيه. انا شفتك وانت عايز تتصل بفلان فلان. خلاص؟ على البريسلات ايه؟ على الشانل اللي حصل لها بلوكينج عليه. على البريسيت الشانل. دي بنترجمها في ايه؟ بما يسمى ريكويست. اول ما انت عايز تعمل حاجه بتعمل ريكويست. صح؟ فالريكويست ده بيبعته فين؟ هيحصل بقى ايه؟ لوكينج مع انت عملت لوك على سيل سايت. فالريكويست ده اوتوماتيك لما بعته على الشانل انت عملت لوكينج ليه هتروح للسيل سايت اللي انت ايه؟ في الاريا بتاعته. يوم السيل سايت مجرد كانترفيس يبعت الريكوست فور سيرفيس لبما يسمى سويتشنج ده بما يسمى مختصر شديد جدا اللي هي قصه وات هاو ذا ريكوست فور سيرفيس بتتم. طبعا الريكوست بتاع السيرفيس لما هنطلع فوق هتختلف. برضه شوف خليك واعي مع ناصح معايا. اللعبه مش ماشيه كده اهو. انا دلوقتي في مقاطع عمال بحدد عليها. هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. والمقاطع مش هقول لك سامع. مش هقول لك سامع. هقول لك قول لي بيحصل سيناريو معينه ازاي.
بعد ما هضرب نمره، فالنمره اللي هيحصل ايه؟ الشبكه لقطتني، فهبعت ايه؟ انا عامل لينك مع مين؟ مع السيل سايت على تشانل، صح؟ فالتشانل اللي انا عامل لوكينج عليها هبعت عليها النمره، فهيلقطها مين؟ السيل سايت، هيلقطها السيل سايت، فالسيل سايت هياخد ده في فلاني ريكوستنج سيرفيس عايز يخش، هو ملوش دعوه، فيقوم باعت لمين؟ للسويتشنج اوفيس، يشوف بقى ياخد اجراءاته، يعمل ايه؟ يعمل حاجات كتير. خلاص زي ما لسه هنشوف. ثلاثة. وصل لي ان في فلان الفلاني عايز يتصل بفلان الفلاني. فعايز اشوف فين فلان الفلاني ده؟ فابتدي ايه؟ ادور عليه. فالسويتشنج اوفيس يبتدي يبعت بما يسمى بيجنج مسج. يبعت لي ايه؟ يبعتها لمجموعه من السيل سايتس اللي هو شايف ان النمره دي ممكن يكون الراجل اللي انا بحاول اتصل بيه واقع في الاريا كفرج بتاع السيل سايتس دول. خلاص؟ ديبندنج على الراجل. ويقوم بعت لي ايه؟ المجموعه من السيل سايتس. فكل سيل سايت هيوصل لها البيج هتقوم باعتها. يبقى في قصة عندي بيسمى البيج. البيجنج دي موجودة في الأربع شبكات. لأن ده جزء من التراك. خلاص؟ يبقى أول مرحلة إن يحصل بما يسمى التراكنج أعمله بيج. خلاص؟ وأدور عليه. يجي بعد كده المرحلة الرابعة. كول اكسنت. من غير ما نكتب في واحد هبعت البيج والبيج ده هتتباع، ففي واحد هيبص هيلاقي نمرته هيتعرف على نمرته، اللي هيتعرف على نمرته هيرد بما يسمى بيج ريسبونس، يعمل ريسبونس على الريفرس كنترول شانس بيج ريسبونس بيج ريسبونس بيج ريسبونس يرد يبعت مسج انا هو انا موجود. فاول ما يرد يقوم يبعت لمين؟ للمحطه اللي عمل عليها لوك من الاول خالص. فالراجل يقول له انا لقيت الراجل، يقوم بعت مين؟ للمفكر السويتشنج اوفيس. بعد ما يوصل السويتشنج اوفيس يقول this means that the call is being accepted. ان انت عايز تتصل بفلان الفلاني I will accept. خلاص؟ I will accept. بناء على ايه؟ عطرنا ايه؟ في الفلاني الفلاني. بعد ما عطرت في الفلاني يعمل بما يسمى سيركت. بعد ما يعمل سيركت بينهم او لينك بينهم يتشوز وات از كولد الفريكونسي اللي الطرفين هيتكلموا عليها. يعمل اساينمنت ادور كده بجيبي على التردد اللي هيتكلموا عليه، على كول يتكلموا عليه، على معرفش ايه يتكلموا عليه. من الفيلم ده؟ الفيلم اللي انا مسحته. خلاص؟ ده رابع ايه؟ رابع حاجه. خلاص، بعد كده، نيجي بقى بعد كده اللي هتم. اللي هو بما يسمى ongoing calls. الongoing calls اقولها لك بشكل سريعا. بعد ما انا عطرت فيه يبتدي يخش بقى المرحله ايه؟ اكتر من حاجه. مفترض ان اشوف الراجل ده بعد ما عطرت فيه از هي اوثنتيكيتد يخش ولا ما يخش؟ النتورك فيما بعد ما كانش بيشوف القصه دي. لو واحد حرام هيخش هيخش. بعد ما انا عملت ليه ما عملتوش اوثنتيكيشن هو عايز يبتدي يخش. ودخل النتورك بتاعتي. عايز اعمل له بعد كده بما يسمى ايه؟ لوكيشن ابديت. لوكيشن ابديت. فاللوكيشن ابديت ان انا عايز اعمل لوكيشن عليه، ليه؟ عايز اعمل لوكيشن عليه، ليه؟ لان يجوز ان في مرحله من المراحل وقع في حته سقط مني. فعايز اعمل ابديت على وهو بيتحرك.
خلاص دي قصه اللوكيشن ابديت. اللوكيشن قصه اللوكيشن ابديت بتتم عن طريق دي. ايه دي؟ سوبرفايزري اوديو تونز. النتورك معرفه 3 تونز 3 تونز. التونز دي بستخدمها بحمل عليها المسج دي. هو 3 تونز احمل عليها مسج وابعتها. فالمفترض انا لقيت طول ما انا عمال ببعت له هو بيعمل تيونينج. طول ما انا ببعت له لازم يشوف السات دي ويبعتها لي تاني فاعرف انه معايا. بمعنى اصح بقول له ايه؟ انت راجل انت معايا ولا ما انتش معايا؟ لو معاك ابعت لي السات عشان اعمل ابديتنج على اللوكيشن بتاعك طول ما انت ماشي. فيبقى احد اللوكيشن ابديت اللي بتتم فيما سبق بالطريقه دي باستخدام ما يسمى سوبر فايزر اوديو تونز. السوبر فايزر اوديو تونز دول عباره عن 3 تونز سنتر حوالين 6000 بنكس 6030 و 5970 بنكس. دول 3 تونز بستخدم اي واحده من دولت احملهم على الكارير. بستخدم واحده من دولت احملهم على الكارير واطلعهم من السيل سايت. فهو بطلعها من السيل سايت فالسيل سايت يبعتها. دلوقتي عامل لينك مع الراجل ليه؟ اللي هو عايز ايه؟ داخل معاه على السيرفس. اول ما هو وهو عمل تيونينج على الكارير، اول ما يشوف السات يشوفها يقراها يعمل ليها ديتكشن. ديتكت السات، اول ما يديتكت السات مفترض يبعتها لي. لو حصل ان هو ما بعتش السات او ترمينيت الكور. يحصل ترمينيشن للكور، اه مش هي. خلاص النتورك تاخد ديسيجن هيز اوت. هيز اوت. يجوز ان هو قفل المحمول بتاعه او يجوز ان هو وقف حته اوت اوف كفرج. مش راضي عليا، ما هو في سيناريوهات كتير. خلاص؟ فأنا باخد ديسيجن، I am not able to locate, update his location. فدي أحد الأشياء، دي واحدة، اثنين، من ضمن الحاجات اللي أنا عايز أعرفها كمان اسمها الـ ongoing cause. إن أنا دلوقتي عايز أعرف الستاتس بتاعته. أو بمعنى أصح أنا في فلان الفلاني لقيته. طب أنا عشان أنا عايز أعرفه إن بمعنى صح عايز اعرف هل هو فتح السماعه ولا ما فتحش السماعه. فزي ما انتوا خدتوا في التليفونات اللي هو بتديفاين وات از كول الموبايل ان هوك ولا اوت ولا اوف هوك. اللي اسمها سيجنالينج تو. اسمها سيجنالينج تو. سيجنالينج تو هي تو. تون بتردد. ببعتها وظيفتها تعرف ان الموبايل اوف اور ان هوك. احنا اطار عام في حاجات بناخدها الدنيا ماشيه ازاي في الحته دي.